فإذا بالشاب حسن يقف في هذه الناحية من هذا الجامع بجوار هذا المكيف ليصلي السنة، ويقف حسن وإذا به يسقط، فتجمع عليه الإمام والمؤذن والإخوة الذين كانوا ما زالوا في الجامع في هذا المكان الذي نحسبه والله حسيبه أنه سيشهد له بين يدي الله، فيسقط حسن الشاب حسن عليه رحمة الله، ويقول الإخوة، يقول الإمام والمؤذن: وإذا بأنفاسه تتردد، وإذا بأنفاسه تتردد، يا إخوان سقط وهو يصلي. أي موعظة هذه الموعظة؟ سقط وهو واقف بين يدي الله يناجي ربه. سقط يا إخوان في مسجد وبيت من بيوت الله، يموت يا إخوان في المسجد، ويموت بعدما صلى صلاة، ويموت يوم الجمعة، ويموت في هذا الموقع، في هذا المسجد الذي نحن فيه الآن يسقط. فسألت الشيخ الإمام عن الشيخ طه، قال: والله يا شيخ ما سألت أحدا عنه إلا أثنوا عليه وعلى أخلاقه وعلى محافظته للصلاة، وأهم أمر، اسمع يا عبد الله إلى أهم أمر، قال: أرجى عمل نرجوه له أن تكون ميتته في هذا المكان، في هذا الجامع، أنه كان بارا بوالدته، بار بالأم، الأم التي ضيعها كثير من الناس اليوم، الأم التي قسى عليها كثير من الشباب اليوم، كان بارا بأمه، فلعل دعوة مستجابة من الأم كانت سبب هذه الميتة الحسنة. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مات وهو يصلي، مات يوم الجمعة، مات بعدما صلى فريضة من فرائض الله. فيا ليت شعري، كيف سأموت أنا وكيف ستموت أنت؟ على ماذا سنموت؟ لا إله إلا الله. إن من الشباب اليوم من يموت وهو يتعاطى المخدرات، وإن من الشباب اليوم من يموت والمسكر في يده، وإن من الشباب اليوم من يموت بعد أن زنى أو فعل اللواط أو عق والديه أو فعل فاحشة من الفواحش. فيا ليت شعري، على ماذا سنموت؟ فإن من أسباب الميتة الحسنة أن يرزقك الله ميتة حسنة، أن يكون لك خبيئة من عمل صالح، وأن تكون سريرتك مع الله حسنة. انتبه من ذنوب الخلوات، انتبه من الواتساب وما فيه، انتبه من النت وما فيه، انتبه من المقاطع التي تذهب بالإيمان من القلب، انتبه من هذا كله يا عبد الله، فإنها ذنوب خلوات. من أصلح ما بينه وبين الله في الخلوات كان ذلك سببا لميتته الحسنة. فأصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الناس، وتكون ميتتك طيبة حسنة.